بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو بالنسبة لما سيقع في سوريا قريبا إن شاء الله، هو ضربة قاسمة للشرق والغرب، وما يفلت منها إلا الذين سبقوا بالتحول نحو دين الله صدقا وعدلا. اللي ما زال يتراخى وما زال يكركر في رجليه راهو قاعد يلعب ومش هيقف مع الظالمين الذين من طغوا في البلاد، استكبروا بغير حق من يهود ونصارى. وتعرفوا امريكا ماذا صنعت بنا، وتعرفوا انجلترا ماذا صنعت بنا، وروسيا كيف خذلتنا وخذلت قوامنا، منهم عبد الناصر اي عبد الخاصر رحمه الله. لكن على كل حال اللي حط كما سوريا حطتها عند الروس وعند الصين ونسيت ربها، فرايتم مآلها. ولهذا منا قادمون على ايام فاصله، فكونوا من الناس اللي فعلا مش يكونوا من الفارين من عذاب الله والداخلين في حسن الحصين، هذا خير لكم يرحمكم الله ويكرم ملحدكم بيدكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته منه ورضوانه.